نتواصل معكم مشاهدينا، نستكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم، وسننطلق بالحديث عن صرح طبي متميز في الأردن هو مستشفى الأمير حمزة. هذا المستشفى الذي من خلال برنامجنا بنوجه التحية والشكر لكل العاملين فيه، ويقدم خدمات كبيرة جدا حقيقة، عليه مسؤولية وجهود كبيرة وأعباء، لكن إحنا وياكم نستعرض أنه مستشفى الأمير حمزة الآن وين كان وين صار وشو الوضع، وما الفرق بينه وبين المستشفيات الحكومية الأخرى، لأنه هنالك بعض من الاستفسارات من المواطنين فيما يتعلق أنه نسبة كبيرة منه عم بفكر أنه جزء منه خاص أو يعمل بنظام خاص، شو الوضع بشكل عام. على كل إحنا بدنا ننوه أنه في عنا تقرير كمان بكاميرا يوم جديد صورناه عن مستشفى الأمير حمزة، لكن اسمحوا لي في البداية أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم عطوفة الدكتور مازن نغوي، وهو مدير عام لمستشفى الأمير حمزة. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير والله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يخليك. إحنا رح نستعرض مستشفى الأمير حمزة ونحكي عنه بشكل كتير أكبر، لكن شو قصة إنها الناس عم يعني بتخربط، إنه ناس بيحكي لك هو مستشفى حكومي، ناس بيحكي لك لا في جزء منه خاص، هو شو الوضع الإداري والفني في مستشفى الأمير حمزة؟ نعرف أول إشي بالمستشفى. مستشفى الأمير حمزة شيد وافتتح في 25/6/2006، افتتحه جلالة الملك، عمل كباقي مستشفيات وزارة الصحة حتى 19/8/2008 حين صدور الإرادة الملكية بالنظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة. نعم. هلأ مفهوم النظام الخاص لا يعني أنه مستشفى خاص. نعم. مش مثل المستشفيات الخاصة، هو مستشفى حكومي يعمل ضمن نظام خاص. النظام الخاص هذا أتاح لإدارة المستشفى. نعم. إدارة المستشفى في مجلس إدارة بيدير المستشفى، برأسه معالي الوزير الأمين العام ومدير عام المستشفى وفي أعضاء تانيين، بيتيح مجال للإدارة أنه ضمن الاستقلال المالي والإداري. نعم. بتعيين كفاءات أسهل من نظام الخدمة المدنية خلينا نسميه حسب احتياجات المستشفى. هلأ إذا بتيجي لمستشفيات الصحة بشكل عام بتتطور، مش إنه ما بتتطور، بس النظام الخاص أتاح لمستشفى الأمير حمزة وإدارته افتتاح القلب وجراحة القلب، زراعة الكلى، زراعة القواقع، زراعة القرنيات. هذا عن طريق النظام الخاص، يعني إنه نقدر نعمل عقود مع أطباء ممكن من الهاشمية، من الجامعة الهاشمية، ممكن من القطاع الخاص، ممكن من الخدمات الطبية. نعم. عسكري بيجي بيعمل بمستشفى الأمير حمزة ضمن أيام محددة، عرفتي؟ مع مرور الوقت الناس هدول دربوا الكادر اللي عندنا. نعم. يعني بعطيك مثال، ناخد زراعة الكلى، بلشنا بالفعل بكادر جزء كبير منه من الخدمات الطبية. نعم. إما متقاعدين أو عاملين على رأس عملهم. نعم. هلا صرنا عاملين 166 عملية زراعة كلى. آخر 36 حالة انعملوا بكادر المستشفى اللي هو كادر الصحة وكادر تعيينات مستشفى الأمير حمزة. كذلك الأمر القلب بلشنا فينا، يعني جراحة القلب المفتوح بالبدايات استعنا بالخدمات الطبية مع أنه في كادر بوزارة الصحة لكنه كادر ناشئ. مع مرور الوقت تركونا وهلا بنعتمد على حالنا. ممتاز. فهاي فكره، يعني هاي حسنات النظام الخاص. هلا بما يعني بنعكس على المواطن النظام الخاص، ما بترتب عليه ماليا شيء كثير او زياده عن ما يراجع مستشفى البشير او مستشفى الزرقاء او اي مستشفى ثاني، لكن في اسس للتحويل. يعني المنتفع الصحه، المنتفع المدني بده يجيب تحويل معه، اذا جاب تحويل واجى على المستشفى بدفعش شيء. إذا راجع الطوارئ والطبيب كتب له حالة طارئة برضه قيمت الحالة طارئة بدفعش شيء. ما بدفعش. هلأ إذا المراجع إجا هيك لأنه هو بده يتعالج مستشفى الأمير حمزة والأمور عشان يتنظم عملية التأمين الصحي. نعم. بدوش يتعالج بالمستشفى اللي جنبه، بدوش يتعالج في المركز الصحي الشامل اللي عنده، بده وقرر يجي قاصد من غير تحويل بده يدفع 20% من قيمة الفاتورة. يعني شيء طبيعي. شيء طبيعي. هاي اللي بجوز خلت بعض الاخوان يفكروا انه هو برايفت، يعني زي الخالدي زي الاستشاري. لا، هو مستشفى حكومي
مساحة الأرض اللي مبني عليها المستشفى 168 دولم، الأمتار المبنية 70,000 متر مربع، كلها مملوكة لوزارة الصحة، لكن يعمل بنظام خاص. يعمل بنظام خاص. أنا بدي أشكرك لتوضيح هذه النقطة، لكن كاميرا يوم جديد صورت تقرير. نعم. حبينا نستطلع آراء المراجعين، الناس، نشوف شو وضع مستشفى الأمير حمزة. أخذناه زي ما هو، أنا بدي أحكيها بكل موضوعية. خلينا إحنا ننتقل للتقرير وبعد هيك إن شاء الله بنرجع حتى نعلق على التقرير ونحكي عن مستشفى الأمير حمزة. خلينا نتابع التقرير. صباح الخير. مستشفى الأمير حمزة اللي افتتحه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني عام 2006 يعتبر إضافة نوعية للمستشفيات الحكومية الموجودة في المملكة. اليوم رح تكون جولتنا داخل المستشفى لحتى نتعرف على أبرز الأقسام الطبية الموجودة داخل المستشفى وأيضاً على التجهيزات، ورح نلتقي مع متلقيي الخدمة لنتعرف على رأيهم بالخدمة اللي بيتلقوها. خليكم. باين هون للاسف دائما على الصيدليه ازمه زي ما انت شايفه. لما بكون ما في دواء الا لما نراجع كمان مره ونصف دور كمان مره لما يعطينا بديل وبرضه كمان بديل بعد مره ما في ادويه نهائيا. بالنسبه لفحوصات المختبر اللي بنعملها احنا كمان لا ينظر لها الدكتور نهائيا. صباح الخير. الله يعطيك العافيه. يعني احنا شايفينكم مشغولين الصبح، الله يعطيكم العافيه. يا مريم، كم عم تترك هذا اليوم؟ كم وصلت تقريبا؟ من 1200 ل 1400 تقريبا. عم تغسل كلى؟ خلصت؟ نعم. كيف لقيت الخدمة بالمستشفى؟ بسرعة لقيت في سرير؟ بسرعة استقبلوك؟ غسلت كلى بسرعة؟ لأن الحمد لله قسم الكلى مميز عن كل المستشفيات بصراحة، مش مجاملة. يعني الحمد لله الممرضين والأطباء كلهم ما شاء الله عليهم يعني مساعدين جدا. كل قديش بتيجي هون؟ يوم بعد يوم، يعني أحد، ثلاثة، خميس. ودائما في أسرة موجودة؟ الحمد لله كل شيء موجود. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اسفين ازعجناك. لا اهلا وسهلا فيك يا مرحبا. احسن المريضه، يعني احنا حابين نعرف بهذا القسم كم عم تستقبلوا مريض يوميا في الطوارئ بالانف والاذن والحنجره، وشو هي ابرز الحالات اللي انت عم تعالجها يوميا تقريبا؟ والله قسم الانف والاذن والحنجره في مستشفى الامير حمزه بيستقبل تقريبا من 30 ل 50 حاله يوميا على شفتات معينه، شفت الاي والبي والسي. والابرز الحالات اللي بتجينا اللي هي حالات النزف الانفي، حالات العظام اللي هي الكسور في الانف، وحالات الحوادث برضو. بلشنا احنا مستشفى الامير حمزه بعام 2011 ما يقارب سنويا من معدل 4 الى 5000 حاله قسطره تداخليه مع استكشافيه، يعني ما مجموع تقريبا 20,000 حاله، وبالتالي يشكل نسبة كبيرة لتغطية المرضى المشمولين أو الغير مشمولين من مرضى القلب. يبقى الطب الأردني يحتل مكانة مرموقة بين دول العالم بهمة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. نتمنى السلامة للجميع. صباحكم دائما جميل. نشكر زميلتنا رشا عصفور لإعدادها وتقديمها هذا التقرير، ونعود حتى نعلق على ما جاء في التقرير عن مستشفى الأمير حمزة مع عطوفة المدير العام لهذا المستشفى الدكتور مازن النغوي والدكتور
نبدأ نقطة 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 نقطة. تفضل. الآن كانت أول نقطة اللي هي مراجع، إحدى المراجعين بيحكي أو مراجعين اثنين شكوا من الأزمة على الصيدلية، أزمة على الصيدلية، وإنه ما في أدوية دائما يعني كفاية، وإذا بكتبوا لنا في دواء بديل ما بيكون. شو قصة الصيدلية؟ صحيح. وكم يصرف صحيح. في اليوم من وصفات طبية؟ يا ستنا نرجع لسنة وشوي للوراء، كنا نصرف بحدود 600 ل 650 وصفة يوميا. يعني اللي براجعوا العيادات الخارجية 600 مريض باليوم. من تقريبا بداية 2014 بلشت الأعداد تزيد، صرنا نصرف بحدود 1200 ل 1400 وصفة يوميا. احنا بنحكي الضعف، أكثر من الضعف، أكثر من الضعف، أكثر من الضعف. هذا ترتب عليه انه لما بيتم اعداد العطاءات للادويه، يعني الاليه العلميه انه شو استهلكنا العام الماضي ومنضيف عليه الزياده الطبيعيه المتوقعه 20%. طيب. عدا عن هيك اذا ضفنا 200% بصير ادويه راكده وممكن تفسد، تنتهي صلاحيتها وما يستفدش منها لا المواطن وهي هدر. بس مش هذا السبب اللي الازمه اللي شفتيها. زياده الاعداد هاي من وين تاتت؟ مستشفى الأمير حمزة هو المستشفى الوحيد اللي ما عمل اتفاقية مع مفوضية اللاجئين. يعني نحن منعالج الأردنيين. نعم. هلأ إذا بيجي مواطن سوري عراقي بتعالج، لكن بتعالج كقادر مش مغطى من مفوضية اللاجئين. فهاي خفف يعني بدفع بدفع كاش، بدفع كاش على حسابه. نعم. الخاص. على حسابه الخاص. نعم. هاي أدت لأنه جزء كبير من مواطننا الأردني لما يروح على المركز الصحي أو على مستشفى آخر بطلب تحويل لمستشفى الأمير حمزة. طيب. الإعفاءات اللي بتصدر من الديوان الملكي أو من الرئاسة برضو المواطن عم بطلب مستشفى الأمير حمزة. نعم. لأنه بتروحي على البشير، تروحي على المستشفيات العامة الثانية، جزء كبير فيه اكتضاد من الأخوان مثلا السوريين. نعم. ما بنحكيها يعني نحن لا بعنصرية طبعًا ولا بإشي، لكن طبعًا هذا اللي وأنا صار. حتى كنت أحكي في الفترة في الفقرة السابقة بأنه مشكلة اللاجئين السوريين الله يرجعهم لبلادهم. أرهقت الثانية. أرهقت ميزانية وزارة الصحة صدقا، مش يعني مش وزارة الصحة والله يا دكتور، أرهقت حتى كل بيت أردني وكل مواطن أردني إلها تبعياتها، إلها تبعياتها. هلأ صار هذا متنفس للأردني مستشفى الأمير حمزة. نعم. فالأعداد زادت كبير كتير كتير. يعني الأدوية بالفعل إنه في بعض من الأدوية صار فيها نقص. نعم. عالجناه عن طريق الشراء الموحد بتلزيم الشركات بالنظام. نحن بنقدر نلزم الشركات اللي يحال عليها عطاءات الأدوية إنه بفترة من فترات إذا اعتزنا بيجيبوا لي 30% من قيمة العطاء بنفس السعر. طيب دكتور، يعني بس أتوقف عند هاي النقطة. يعني أحد المواطنين شكى إنه أنا أجيت وما في دواء وكتبوا لي دواء بديل وما في. هلأ إذا راجع، إذا الدكتور كتب الوصفة الطبية للمريض ونزل على الصيدلية وما نعم. كان فيه وبدهم دواء بديل، شو إجراءاتكم في هذا؟ هلأ الدواء البديل بيكون متوفر داخل الصيدلية. طيب. هلأ مش كل الأدوية إلها بديل. عشان هيك بعض المواطنين بنقول لهم ارجعوا بكرة بعده عبين ما نقدر نأمن الدواء. لانه بالنهايه بتأمن بتأمن بتأمن. هلا احكي لك انه كل ادويه موجوده وما صارش عندنا نقص، وهذا لا صار، بس هي الاسباب. يعني انا معطيك اسباب. زائد هلا تم طرح عطاء ال 2015، يعني ال 2014 اللي لازم يتورد. هلا بلشت الشركات تورد. نعم. هلا العطاء هذا مش من عندي، مش من المستشفى، هو عطاء من دائره الشراء الموحد. دائره الشراء الموحد تتبنى شراء الادويه لكل المستشفيات العامه، من مستشفيات جامعيه، من خدمات طبيه ومستشفيات الصحه ومستشفى الامير حمزه. نعم. هلا تباعا عماله بلشوا يوردوا لنا الادويه. بس من صلاحياتنا بنظامنا الخاص انه عمالنا بنشتري شراء مباشر الأدوية اللي بصير فيها نقص. بس إحنا معود نحكي في النهاية المواطن بياخد دواء. بياخد بياخد دواء. ومشكلتنا إحنا كمواطنين، أحكيها في كل موضوعية دكتور، إنه إحنا بدنا لما نروح على مستشفيات نعتبرها حكومية، بدنا فرض وكل إشي ولازم يكون موجود. هاي لو راح لقطاع خاص وعمل بمعاملة أخرى. فإحنا يعني مشكلة الضغط على مستشفياتنا الحكومية الله يعينهم، عدد المراجعين كتير كبير، هي بدها بس طولة بال. يعني أنت لما تحكوا للمواطن ارجع لي كمان يومين أنا بكون مأمن لك الدواء، ما راح تخرب الدنيا، ما راح تخرب. بس في النهاية هو بياخد خاصة دواء، خاصة أنه مش الأدوية اللي بتأثر على حياة المريض. الأدوية الثانية موجودة، الأدوية المؤثرة موجودة. عرفتي؟ طيب. هلا في نقطة ثانية، يعني زي ما شفتي الأزمة اللي على شباك الصيدلية، يعني أنا باسم إدارة مستشفى الأمير حمزة بدي أعتذر من الناس.
انه اللي بيجي بده يصف على الدور وبده يقعد ساعة ساعة ونص عبين ما يصرف الدواء، لانه هلا المستشفى الامير حمزة هو المستشفى الوحيد يعني اللي بلش، هلا بلشت مستشفيات تانية تحوسبت، عندنا الملف الطبي محوسب يعني مستشفى غير ورقي، ما بنستعمل اوراق للملف الطبي. هلا من فترة قصيرة بلشنا مع شركة حكيم نفوتر الصيدلية، نفوتر الملف المالي خلينا نحكي. هذا له تبعات انه الموظف عماله بيشتغل المانوال بالطريقة الآلية زائد هلا بالطريقة خلينا نحكي الفوترة الحاسوبية. حتى هذه متوقعين نحن انه بشهرين ان شاء الله ننتهي منها، هاي راح توفر جهد كبير على المواطن بحيث انه على شباك واحد هو بيختم محاسبة وبيختم عفائه بيختم الصيدلية بيختم فحوصاته الأشعة فحوصات المختبر، وبتمنى على مواطننا أنه يتحملنا هالفترة هاي وإن شاء الله ننجح في تحويلها ونصير زي يعني دائما أنا بعطي مثل زي دائرة الترخيص أنه سريعا وبسرعة بيطلع الوصل المالي وكل شباك واحد بإذن الله تعالى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. قسم الطوارئ دكتور، أنا بيهمني دائما حتى في أي استضافة لأي يعني مستشفى أو مدير مستشفى دائما بسأل على قسم الطوارئ، لأنه هذا القسم يعني بتجي الحالات الطارئة وعليه ضغوطات كبيرة. شو وضع قسم الطوارئ والتجهيزات الفنية والإدارية والكادر الطبي اللي موجود في قسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة؟ الطوارئ مستشفى الأمير حمزة بيستقبل بحدود 177,000 مراجع سنوي، أعداد كبيرة، حجم القسم مش كبير كمبنى كمساحة. هاي إذا بدنا نرجع بدنا قصة طويلة، يعني المستشفى لما بنى كان عساس بنسميها تيرشري كير بالمفهوم الطبي إنه مستشفى تحويلي تخصصي، فما كانش بالمخططات إنه يكون عيادات ولا يكون أقسام طوارئ، إنه المريض بيجي من مستشفى تاني لإجراء خدمة مميزة مش موجودة بالمستشفيات الثانية، بوصل بسيارة الإسعاف بدخل على سريره بتسوى له الخدمة برجع سيارة الإسعاف برجع على مستشفى. هلأ لما فعل المستشفى واشتغل اشتغل كمستشفى عام، فلقوا هالمساحة هاي وحكوا هاي بنعملها طوارئ، هي حجمها صغير شوية لكن كادرها كامل بتغطي خلينا نحكي الأقسام الإسعافية اللي مفروض تكون بالمستشفى. عندنا إسعاف عظام، إسعاف جراحة، إسعاف باطني، إسعاف أطفال، وغرفة الترياج أو الفرز مع المناوب الإداري. فالأساسيات موجودة، الكادر موجود، الكادر موجود، العدد موجود، الأدوية موجودة. هلأ هي السبيس، نحن خاطبنا وعملنا يعني زي سكتش بروبوزال بعتناه لوزارة الأشغال أن نبني نحكي بحدود 1500 متر مربع مكرر 8 طوابق منهم 3 تحت الأرض و5 فوق الأرض، بده يكون ضمنهم هذا إسعاف وطوارئ يعني خلينا نحكي مودرن حديث بانتظار، وهاي من يعني الأشياء اللي شغالين عليها. فالطوارئ الأزمة اللي بتصير فيه غالبيتها على نحكي على الشفت المسائي لما تسكر العيادات وزارة الصحة المراكز الصحية، فبيصير في ضغط انه اللي بحاجة عماله بيجي على اقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة. هاي حالينها انه بشفت البي بكون ضعف الكادر، ضعف الكادر، لكن الا يضل شوية ازمة يعني بتزيدوا اعداد الكادر، بتزيد اعضاء الكادر التمريضي وكادر الاطباء اللي بغطوا الشفتات ان شاء الله. طيب وحدة غسيل الكلى، احنا شاهدنا مواطن وأشاد بأنه ما بيأخذ يعني بيجي هو 3 مرات بالضبط في الأسبوع بيأخذ الغسيل الكلى وما فيش أي مشكلة. نحكي عن أجهزة غسيل الكلى، جهاز غسيل الكلى، شو بتقدم للمواطن، وإحنا بنعرف أنه كم هو مكلف أيضا على وزارة الصحة غسيل الكلى. هلأ غسيل الكلى إجمالا هو مجاني على حساب الحكومة، يعني خلينا نحكي في إشي بيسموه صندوق الكلى. بما يخص مستشفى الأمير حمزة نحن بنستقبل بحدود 20 مريض على كل شفت، الأجهزة حديثة وإجانا بآخر فترة كمان 8 أجهزة جداد تبرع. المريض بيجي مبرمج
ما في مجال يجي وما يلاقيش محل الا اللي بيجي حاله طارئه في سريرين مع جهازين للحالات الطارئه، اللي بيجي مستعجل لسبب او لاخر بده غسيل، بس الغالبيه بيجوا مبرمجين، كل مريض عارف امتى بده يجي، عارف انه على الشفت الصباحي على الشفت المسائي امتى موعده، فسريره محجوز، هاي ما عندنا مشكله فيها. ومن توجهنا حاليا هلا عم بجوز بس ما جابوش بالتصوير على مدخل المستشفى في مبنى جديد عماله مش بينبنى في طور التسليم، يعني خلينا نحكي هو رح يكون مستودعات، هذا رح ننقل جزء من المستودعات اللي داخل المستشفى اللي حاجزة مساحات للخارج، ورح يكون نصيب من الأماكن رح تفرغ لغسيل الكلى، رح نعمل وحدة تانية بإذن الله تعالى. أعداد مرضى الكلى بجوز يقدروا بحدود ال 1500 مريض اللي بعمان بيغسلوا. اللي؟ بيغسلوا بعمان. بعمان؟ بعمان موزعين على مستشفيات الصحة. أنا بفكر بزار... بفكر مش بالمملكة، لا 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 عندنا لا لا بعمان. ف يعني بنشعر معهم، وعشان هيك من أولويات هلا الإدارة إنه راح نتوسع بالمساحات اللي راح تفرغ عنا لوحدة غسيل كلى ثانية حديثة. من نظرتنا هلا في ضغط كبير على أقسام العناية الحثيثة، إن كانت عناية تاجية يعني للقلب أو عنايات المركزة اللي هي الآي سي يو. عنا الآي سي يو بتكون من 17 سرير، خليط الميديكال مع السيرجيكال، الجراحي مع الباطني. هلأ وفرنا مكان بصدد إن نأسس في البنية التحتية لآي سي يو، رح يكون بحدود 10 أسرة، وهذا رح يكون للسيرجيكال للجراحي، آي سي يو جراحي، عناية حثيثة جراحية، وال17 نخليهم للباطني. ففي عندنا وجهة نظر كمان، يعني رؤية انه شو بدنا نوسع، شو بدنا هذا ضمن الامكانات. طبعا ضمن الامكانات المتاحة. انا بدي اشكرك دكتور، واشكر هذا الصرح الطبي المتميز اللي من خلال احنا يعني لقائنا اليوم وضحنا للناس شو وضع مستشفى الامير حمزه. يعني انا ما بدي ناس يفكروا انه هو مستشفى خاص ولا شيء، احنا وضحنا كيف شو قضيه التحويلات وشو اللي بيصير وهذا الضغط الكبير، لانه كيف بلش المستشفى وشو كان على اساس هو افتراض ان يكون، والان شو وضعه من الضغط والتحويلات. هلا تحويلي رئيسي الموجوده عليه. انا بدي اشكر كل العاملين في مستشفى الامير حمزه، من الموظفين الكادر الطبي والفني والقائمين عليه، وان شاء الله كل هالافكار والتوسعات اللي الان انت ذكرتها بدها شويه وقت بسيط يطولوا بالهم المواطنين وشوفوا مزيد ان شاء الله من الخدمات باذن الله تعالى. انا بدي اشكرك دكتور مازن نغوية المدير العام لمستشفى الامير حمزه ومزيد من التقدم، اهلا وسهلا فيك. شكرا.